انا اسف جدا ان تعبتك معايا. ما تقولش كده، انا كنت كده كده نازله القاهره اشوف ماما، فقلت اجيب لك الحاجه بتاعتك. متشكر جدا، بس انا مستغرب يعني ازاي تسيبي مصر وتسيبي مامتك وتيجي تقعدي في اسكندريه لوحدك؟ ما دام عندك شغل في مصر، ليه بقى تتعبي نفسك؟ انا مش حابه اتكلم في الموضوع ده، ممكن؟ ممكن طبعا. انا بقى اللي عايزه اسالك سؤال وخايفه تزعل مني. لا خالص مش هزعل، اسالي براحتك. انا بصراحه قريت الاجنده بتاعتك، ولما قريتها كان في عندي ليك سؤال مهم، ويمكن هو ده اللي خلاني انزل القاهره عشان اساله لك. ليه سبت ابني وراجع دلوقتي ادور عليه؟ صح، انت قلت ان مراتك خبت عليك انها حامل لحد لما طلقتها، وبعد لما طلقتها عرفت على طول انها حامل. طب ليه ما فكرتش انكم ترجعوا لبعض؟ هي ما كانتش عايزاني من الاول، كانت كل ما اقرب منها تبعد عني. صعب قوي تعيشي مع انسان هو مش عايزك، يخليكي تفكري الف مره قبل ما تتكلمي معاه. بس ده ما يمنعش انك كان لازم تعرف فين ابنك. فجاه لقيتها سافرت، اختفت من حياتي بعد ما اتطلقنا بكام يوم. انت عارفه انا ابني عنده كام سنه دلوقتي؟ كام سنه؟ 6 سنين. مش عارف اذا كنت هشوفه تاني ولا لا. ساعات وانا لوحدي بفكر ايه اللي ممكن اعمله عشان يبقى قدامي دلوقتي حالا، وبسال نفسي لو كبر وسال عليا هيتقال له ايه. بس انا شايفه ان اكيد في طريقه ممكن نعرف بيها طريق ابنك. محدش من اهلها راضي يقول لي مكانها فين. بقول لك ايه بقى، انت فين بكره؟ انا هنا في القاهره للساعه 5، وبعد كده حبة. طب حلو قوي، نتقابل بقى بكره ونتغدى مع بعض. صعب الغدا شويه لاني وعدت ماما ان انا هكون معاها.